اوكي. الدلو عايز ايه؟ الدلو يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايظة في العلاقة، حاجة يعني مش واخد حقه، زعلان من حاجة، اتهزم في حاجة، بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام، ومش فارق معاه حاجة، ان هو ايه ما اتهزمش. هو بيحاول يبين ان هو ما اتهزمش، ان هو ما اتكسرش. نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر. الدلو زي ما احنا شفنا حتى في قرايته العامة ابتدى يركز في العاطفة قوي، ابتدى يركز مع شريكه قوي، ابتدى يهتم بيه، ابتدى يعوضه. حاجة حلوة جدا. فالدلو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة، ونفسه بقى ايه يكمل عليها، يزود عليها، يحليها اكتر، يديها اكتر. حلو قوي قوي. الدلو شايف شريكه ازاي، which is weird، اتجرح كتير، اتجرح كتير، طعنات كتير كتير كتير، مش عارفة اذا كانت الطعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني، لكن المهم ان هو شايفه متألم، وان هو زي ما تقوله اتغدر بيه كتير قوي، وعنده نهاية مؤلمة، يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة. مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره، لكن الدلو حاسس بألمك، حاسس بألم شريكه، سوري، الدلو حاسس بألم شريكه قوي. الشريك بقى بيعمل ايه؟ الشريك واضح ان هو حط لنفسه هدف ورايح له بسرعة، بياخد خطوات سريعة جدا جدا جدا، وانا حاسة ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان. يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة، بس الدلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعوض شريكه، شريكه رايح له جري بقى، اللي هو ايه، بيسامحه، بيقرب منه اكتر، رايح له بسرعة. نفسه في ايه؟ هو نفسه في تعويض فعلا، نفسه في تعويض. الشريك شايف ان هو ادى الدلو كتير قوي، او يعني ما قصرش على الاقل معاه في حاجة، ونفسه بقى في تعويض، انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط، ما يعني مش مشكلة بنغلط، وابتدى ان هو يعني عايز يحصد بقى. الشريك شايف الدلو ازاي؟ شايفه بيصلح. لا، الدلو بيصلح خلاص، عمال بيشوف اخطائه فين كانت فين، وعمال يصلحها، وعمال يداوي جروح، وعمال بيطبطب، وعايز يقوم بالعلاقة، قوم كده. ما شاء الله، الطاقة الطاقة. الدلو بيحب شريكه جدا جدا جدا، وعايز يقدم له حاجة. شايفين الكوباية دي؟ كوباية دي مشاعر وحب، جواها سمكة، السمكة دي عطاء، ورمز، رمز للخير، يعني مقدم لك كل خير، عايز يقدم لك كل خير. لا، واضح ان الدلو اتعلم من درسه، اتعلم كويس وعرف قيمتك، وناوي يصلح. وانت الصراحة شريكه يعني برافو، لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا، انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى. طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي. ما شاء الله عليكم بجد، حاجة حلوة قوي. بصوا بقى، في بداية جديدة، العلاقة واخدة شكل جديد، في حاجة جديدة، حاجة انتوا مش متعودين عليها. الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريك، في تفاؤل كده، وباصين العلاقة، ايه ده العلاقة بتتطور، ده العلاقة مش فاشلة زي ما انا كنت فاكر. لا، ده في صافي بداية جديدة، في طريق طويل انتوا رايحين، وانتوا بترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض، رايحين طريق طويل مع بعض، مشاعر جديدة يا دلو، ومولود جديد للناس اللي مستنيين مواليد، الناس اللي لسه ما اتجوزوش، ده زواج، اتمام زواج واتمام خطوبة، والناس اللي مستنيين مولود، مولود جديد، لو ولا حاجة من دول وانتم متجوزين اوريدي وعندكم ولاد، فهي مشاعر جديدة، مشاعر المولود الجديد، فرحة المولود الجديد، حاجة نقية جدا، حاجة very pure very pure.
عطاء، عمالين تدوا، كله عمال يدي، كله عمال يدي، يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله، ما شاء الله بيوتيفول. ويعني انا عايزه اقول لكم انا معاكم، والقرايه فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده. الحمد لله الحمد لله والحمد لله. طيب هلخص القراءه، الحمد لله حلو قوي، الفيدباك جميل، ربنا يسعدكم يا رب يا رب، ربنا يسعدكم. الدلو واضح انه غلط في حاجه او اثر في حاجه، على الاقل على الاقل تقدير، وبيحاول يبين ان هو ايه، مش عايز يعترف، ما بيعترفش، انتوا عارفين ده ما بيعترفش، فهو بيحاول يبين ان هو تمام، ان هو ما غلطش في حاجه، او الحرب اللي كان داخلها او المعركه اللي كان داخلها خرج منها مهزوم، بس بيحاول ينكر الهزيمه دي. عايز يبتدي يدي في العلاقه لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام، فهيبتدي يبني في العلاقه. شايف شريكه ازاي متألم، متألم جامد وخلاص، اتهرى طعنات، اتهرى طعنات، طعنات كتير جدا جدا، يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية، لكن حاسس بألم شريكه. الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا جدا جدا، وحاسس ان الهدف ده تجاه شريكه. بسم الله ما شاء الله. الشريك عايز ايه كمان؟ عايز تعويض بقى، عايز يبتدي يجني بقى، هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا، او يعني دعم كتير، ادى دعم كتير للدلو، فعايز يبتدي يحصد بقى، عايز هو بقى ياخد شويه. وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح، وابتدى يدي الطاقه ما بينكم، ولا احلى مشاعر جديده حلوه جدا جدا، كلها حب، كلها عطاء واهتمام. مرحلة جديدة زي ما قلنا، الدلو وشريكه داخلينها، ومرحلة طاقتها حلوة قوي، بسم الله ما شاء الله، طاقة البداية الجديدة، حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح. عمالين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض، وخطوات بعيدة بعيدة المدى، بس ده تلاقي لك في القراية العامة، بلاش تعمل الخطط الخماسية دي، الخمسينية دي، لا، امشوا خطوة خطوة ان شاء الله، الطريق طويل وتكملوه دايما مع بعض، بس خدوها ايه، واحدة واحدة. مشاعر جديدة فيها كلها سلام، وكلها يعني رحمة جميلة جدا جدا جدا، وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد، اتمام زواج او اتمام خطوبة. بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها، وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده، وسعيد بيكو جدا، الحمد لله الحمد لله، ربنا يهنيكو كل الدل إن شاء الله، ويسعد شريككم، ويعني اتبسطوا بقى. حلو جدا 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 ما شاء الله. حالتك دلوقتي يا دل ايه هي؟ حالتك يا دل وشكلك، يا اما داخل لك فلوس هتدخل او دخلت خلاص، في خير، في تحسن في الحاله الماديه، في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه، ابتدت تنور، ابتدت تنور اهي، في خير جاي. حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء، الكارت ده كمان اما ان هو داخل لك ان شاء الله رزق وفلوس كويسه ان شاء الله، او انه انت في حاله عطاء، عمال تدي تدي تدي، حد محتاج بتديله، عندك كرم زايد الوقت ده. يعني لو هي حاله ماديه فهي زادت عن الطبيعي بتاعها، ولو هي حاله عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها. دي حالتك دلوقتي حالا. شكل الشهر عندك فيه احتفالات، هو شهر احتفالات فعلا، بنحتفل بسنه جديده، لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء. الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبه، شكل فيه خطوبه وفيه اتمام مراسم خطوبه او زواج كمان، فهو فيه فرح، فيه احتفال، يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجه حلوه قوي قوي قوي. وممكن كمان تكون اجازه، شكل الشهر ده عندك في اجازه، في فسحه، في سفريه، المهم انه فرحه، فرحه فرحه حلوه جدا جدا، وعمليه كده رخاء وبال رايق وحاجه حلوه جدا، بسم الله ما شاء الله. هدفك هذا الشهر، هنا في حاجة انت مذبذب فيها، مش عارف تختار حاجة من اتنين، عندك حيرة في اختيار، او عندك تقلب، متقلب في حاجة.
الهدف بتاعك ان انت تحسم الموضوع ده، اما انه انت في قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال، او انت في حالة تقلب، او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية، يعني طالعة نازلة، اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها، يعني اللي جاي رايح، او فانت عايز تظبط بقى الموضوع ده، عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية، الفلوس اللي تيجي لا تقعد شوية، فهي في حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستدي، ده الهدف بتاعك الشهر ده. فلو انت عايز تعمل ده يا دلو، بإذن الله الفلوس اللي هتجيلك ابتدي حوش، ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى. او ممكن يكون هدفك الاقتصاد، ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف، انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس. المهم انه هدف كويس قوي قوي قوي. في ناس طلع هدفها النهاردة انها تهد البيت في بقيت النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة. طيب ايه العقبات اللي مقابلاك الشهر ده؟ تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها، تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل، وتغيير جامد، مش تغيير اي كلام، لا تغيير قوي. ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ، في العمل حصل تغيير مفاجئ، عملية تحول، ده هيقف قدامك عقبة الشهر ده، هتبقى مش عارف تتعامل معاه ازاي. نصيحتي ليك تعامل معاه بجرأة. بص هو ايه اللي بيحصل هنا، الثيم بتاع الكارت ده المود، مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتتغير، وحاجة مفاجأة وجاية غصب عنك، انت مش متوقعها، زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة. هو الموت هنا رمز، مش موت بمعنى الحرفي، الموت بمعنى رمز الموت، ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة، والواحد ما بيعرفش يتصرف فيه يعمل ايه. بس بصوا بقى هنا الراجل ده مفروض ان هو السيس، يعني او احنا بالنسبة لنا بقى هيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين، واقف بيواجهه عادي جدا، واجه التغير او التحول ده بشجاعة، ما تقلقش، لان التحول ده او التغير ده، الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية، في شمس جديدة طالعة بعدها، فواجهه ما تخافش منه، التغيير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه، ان شاء الله في الاخر هيوديك لحاجة كويسة، حاجة احسن، بس انت مش شايفها دلوقتي. الحاجة اللي انت هتنجزها الشهر ده، واضح ان الدلو هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب، بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت، وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي، ما كانش مركز في العاطفة قوي، كان مركز في عمله جدا جدا جدا، بيحاول يحسن من حالته المادية، واضح ان هي ابتدت تتحسن بالفعل، او على الاقل ابتدى يبان، يعني يبان معالم للموضوع، ان في ان شاء الله هيحصل تحسن. فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العاطفيه وبين حالته العمليه. فالحبيب راضي، مبسوط انك انت بقيت تهتم بيه، مش بس مهتم بشغلك وبقيت هامله، لا بقيت مركز مع الاثنين، بقيت بتدي من في الناحيتين، برافو عليك يا دلو، برافو برافو. طيب ايه اللي هتحاول تتفاداه هذا الشهر؟ دي خطط مستقبلية، اوكي، خطة مستقبلية بعيدة المدى، بمعنى خطوة كبيرة قوي، تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية، عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه، لا بلاش تعمل خطط خماسية دلوقتي، امشي step by step، خطوة خطوة، تفادى الموضوع ده. يمكن السبب لانه ده مش وقت مناسب ان انت تعمل خطة للمستقبل قوي، المستقبل بعيد بالشكل ده. وممكن يكون كمان السفر، تفادى السفر الوقت ده دلو. ليه؟ ما تخافوش من حاجة، يعني يمكن على اقل تقدير يعني ان نتيجته مش هتبقى مرضية ليك قوي، اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه، او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة، خطوة كبيرة. ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر؟ شوية يعني مش عايزة اقول بخل،
عايزة أقول حذر، توخى الحذر هذه الفترة في الصرف، الصرف بالذات، لأن دي بنتكلز. امسك ايديك شويه يا دلو، انت طالع لك حالتك دلوقتي، انت عمال تبعزق، واضح ان في بعزقه، عمال تبعزق يمين وشمال وفوق وتحت. طيب ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده. حاول تمسك ايدك شويه، امسك ايدك، ركز، اعمل خطه للصرف، خطه محترمه كده، مش لحاجه، علشان اتليست تحس يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده، انك انت الحاله الماديه عندك تستقر، ده هدفك. وعلشان تبتدي تحس بالحاجات